للسمبوسك اليوم رح تحتاجوا عجينة سمبوسك من السنبلة، حشوة الجبنة، جبنة بيضة، نعنع أو بقدونس. بالنسبة كمان للحشوة الثانية، حشوة اللبنة، رح تحتاجوا لبنة، زيت زيتون أسود ونعنع. أما بالنسبة للحشوة الثالثة رح تحتاجوا كمان حشوة الأجبان، جبنة شدر، جبنة موزاريلا وجبنة بيضة. آخر حشوة معانا كمان اليوم رح تكون حشوة الخضار باللحمة المفرومة، باكيت خضار من السنبلة، لحمة معصجة بالضبط، ملح وفلفل أسود، بهارات مشكلة. امتياز، عرفي ما يلي. معصجة هاي شو يعني؟ معصجة يعني نحط البصل عليه شوية ثوم، ونحط عليه اللحمة ونحركها، هاي بسموها معصجة من غير أي إضافات. أوكي، بنضيف عليها أي إضافات تانية بتغير اسمها حسب الإضافات اللي إحنا ضايفينها. خلينا نبلش بحشوات للسمبوسك. أنا اليوم عملت لكم كتير حشوات، بس رح نعملها بعجائن مختلفة. يعني أنا مستخدمة زي ما قلت لكم عجينة السمبوسك أو رقائق العجينة من السمبوسك من السنبلة، ومستخدمة العجينة الدائرية رح تشوفوها. طيب، هاي كأنه عاملينها بالبيت بالضبط يا تمارا. تمام، بس بدي انبه لشغله كل يلي عم بتابعونا امتياز، انه احنا عم نواجه مشكله باللايف على الفيسبوك. خلينا نشوف من هون لاول بريك، اذا ما كانت انحلت المشكله مع زميلنا مصطفى بركي طلعنا لايف من خلال انستغرام او من حدا. صح، وناخذ اتصالاتهم عشان اليوم اتصالات. ان شاء الله هيك الحلقه، انا كنت شوي متحمسه عشان احنا تحضيرات رمضان هدول بنعملهم بنفرزهم، فاليوم اكثر من طريقه واكثر من فكره. بعرف انه كلياتنا بنعمل سمبوسك، بس هي الفكره بالحشوات الجديده اللي ممكن نعملها. تمام، خلينا نبلش اول شيء باللحمه المعصجه مع الخضار. انا حطيت عندي هنا بصله وحطيت عليها لحمه، ما بتاخذوا كثير كميه الصراحه، 250 جرام بكفوا يعملوا لكم 25 ل 30 حبه، لانه نوعه وشكله ما تخلوها نفس السمبوسك. تمارا ضايعة، بتعرفوا ليش؟ ليش؟ ما في أسئلة هلا. لا لا حبيبتي، لا حبيبتي هلا بطلع لك أسئلة من تحت الأرض، ولو بدي أفوت لايف من الإنستغرام تبعي أو تبعك. حطوا رقم تمارا وخذوا لكم شوية أسئلة. طيب خلينا نذكرهم برقم التليفون، معناته نفتح الاتصالات أنوار على 06-566-50-55، وقد ما بتقدروا تتواصلوا معنا من خلال الانستغرام الخاص بامتياز، انستغرام الخاص بعمان تي في، او بالانستغرام الخاص لإلي. ممكن نحاول قد ما بنقدر نجمع اسئله لكان حلينا المشكله. طيب ميزو، شو خلينا نبعث لمصطفى يا رب يزبط اللايف، لانه تعودنا على اسئلتكم، تعودنا انكم تكونوا مفعلين معنا. طيب اول شيء حطيت البصل، حطيت اللحمه، حطيت ملح، رشة من البهارات مشكلة، فلفل أسود، وعندي طبعاً من السنبلة أنا ماخذة باكيت خضار. من الخضار البازيلا وجزر بحطها، طبعاً سلقتها يدوب دقيقتين، ما بدي لأنها قلت لكم بتجنن ورح تستوي معكم على السريع. خلص أنا هاي أول حشوة بتصير عندي جاهزة. تمام، طب هلأ الحشوات ممكن نفرزنهم امتياز؟ طبعاً هلأ رح نعملهم كلهم بعجينة السمبوسك وراح نحشيهم وراح نفرزهم. خلينا ناخذ هاي أول حشوة. تمام، عندي الحشوة هنا بعمل أنا بس لنوع، بس انا بالنسبه لي اسمعي ماما بتعمل تشكيله اجبان مع بعض عينها وبتمطمط هيك زي القطايف. يا الله الصبر، يا الله الصبر. طيب النوع الثاني رح ناخذ من السنبله برضه جبنه الموتزاريلا. اليوم الحلقه برعايه سنبله، ابدعت كلها، وعندي هنا جبنه من المزرعه البيضاء. أوكي، وعندي جبنه شيدر، مع بعض نكهه ومطه ولون وكل إشي. تمام، ما بحب اضيف عليها غير بس الاجبان هدول. هي ثاني نعناع ناشف، زعتر، اوريجانو، بقدروا بقدروا، بس صراحه عشان حاطه فيها موتزاريلا وتشيدر بديش اضيع طعم جبنه التشيدر. اوكي، تمام، هي الحشوه الثانيه. الحشوه الثالثه اللي انت بتحكي عنها اللي هي رح ناخذ جبنه ونعناع. يا جبنه ونعناع، جبنه ونعناع، جبنه وبقدونس. طبعا الجبنه اعصروها كثير منيح من المي وبشروها بشر، وبعد ما تبشروها اتركوها بالمصفايه لحتى تصير معكم هيك. ليه؟ عشان لما تيجوا تقلوها ما ينزل منها اي سوائل. شايفين كيف؟ اوكي، ما بدنا ينزل منها اي سوائل، طلعوا كيف ولا نتفت مي فيها. تمام، بدي احط عليها نعنع وبقدونس وخلصت فكت. وخلصت فكت، بقدروا يحطوا حبه البركه. هي الحشوه الثانيه، الثالثه. الحشوات كثير سهله عشان بس ناخذ الافكار. اللبنه، انا ما عندي جبنه، ما عندي جبنه كريميه، ما عندي جبنه دهن، ايش بنعمل؟ ناخذ لبنه، بس لبنه بحط عليها. خلينا هيها بالمعلقه اللبنه. لازم هيك نهرسها؟ اهرسوها عشان اسمعي. لا انا مستخدمه كمان الجبنه اللبنه التركيه، فهي تيجي ما لقيت عندي بالبيت جبنه لبنه العاديه، راح احط عليها رشه بقدونس، راح احط معاها شويه زيتون. يا سلام، هي صار عندي حشوه رابعه. بتعرف انا الاكل الاساسي عندي برمضان بس السمبوسك والشوربه. الشوربه بس ما بدي ولا شيء ثاني افطر، يعني ما بيهربي على حلقه شوربات ان شاء الله، لانه الاربعاء الثلاثه. شو بدك تعملي امتياز؟ انا مش موجوده.
عصائر. اه خلص اوكي، بما قلنا يعني خلينا مع عادانا. بس لا، عامله عصائر بتجنن، عامله الجلاب مثلا، عاملين الخروب، عاملين تمر هندي وتمر هندي، وعامله تمر هندي بالكركديه، وعندي هوت دوغ كمان رح اخذها اورجيكم ايش رح نعمل فيها كمان حشوه كثير بتجنن. فصار عندي هلا 5 حشوات سريعين بسيطين، عندنا زي ما قلنا اللحمه المعصجه مع الخضار مع شويه بهارات، وعندنا هنا الاجبان المشكله، وعندنا هنا الجبنه، جبنه نابلسيه، جبنه حلوم اللي بدهم اياه مع النعنع والبقدونس، وعندنا لبنه مع زيتون وبقدونس، وعندي الهوت دوغ. هداك الخميس اذا بتتذكري، اذا بتتذكري قلتي لي امتياز انا بلفها زي الهلال. بالضبط زي السعوديين. زي السعوديين، هي السمبوسك الخليجيه بسموها. انا قررت اليوم اعطيكي المجال تعلميهم انت كيف يلفوا. بحب. هلا بنشوف. انا والله ايش بطلع معها، يعني بوسع فيها، بوسع فيها. اعطيني هالجلوفز حبيبتي، خليني انا احط كمان مقلاية على النار. كيفكم كيفكم انتو يا انمار ويا شباب بال بوسع فيه وما اوسع فيها. لا لا حبيبتي بوسع فيها، رح يطلع منها والله. اعطوها كمان 10 سنين رح تصير اشطر مني. شو رايكم بالسمبوسك الرول هلا هيك وخلصنا بلا هلال. اذا هيك خدي يلا هاي الهوت دوغ واعملي هذا الحكي. خلص امتياز. هلا انت دائما من هواياتك انك تحرجيني في ليش المطبخ. احرجك والله، انت اللي مو هي اللي حكت عليها والله، طلعوا لها الفقره اللي حكت فيها عشان انتم بتعرفوا. انا صريحه معها، انا بحب يعني الي نفس بالاكل، بس خلص يعني مش من هواياتي كثير المطبخ. بس هلا انا ما جبت سير لك نفس، ما لك نفس، انا جبت انه انت شطوره وبدك تلفي السمبوسك اليوم. يلا تفضلي عشان تعرفي انه انا شخص لطيف. طيب عجينه السمبوسك خلينا نحكي عنها. شوفوا لي اول شيء الباكيت الجديد لعجينه السمبوسك، متوفره بكل مكان بكل السوبر ماركتات، هي برضه احدى منتجات مجموعه ريتكو. انا بحبها العجينه هاي الجديده، بتجنن ما بتشرب زيت، يعني انا هلا قليت خرافيه. رح استخدمها ورح استخدم العجينه الدائريه، شايفينها ما احلاها. والباكيت امبارح الصراحه عملت كميه كثير كبيره من الباكيت واحد، هلا رح اورجيكم اياها على الهواء قبل ما اقليها. والعجينه الجديده اللي كثير تيمت فيها بسموها، اللي هي العجينه السمبوسك الدائريه. ايش هي الدائريه؟ اللي هي بالبيتيه الهرم، زي بتيجي زي القمر. ايوه بالضبط، اللي هي بالضبط هاي زي كأن احنا عاملينها بالبيت، بدل ما احنا، لانه انا كنت والله حابه اعملكم العجينه كثير سهله، عباره يعني عن ولا شيء، طحين ومي وشويه بيكنج باودر ولا شيء، بس الصراحه طلع من احلاها. شوفي قد ايه هالشيء، شوفي قد ايه بتجنن. لا بتعرفي امتياز، ومعمول بطريقه مرتبه. خليني اورجيهم بس كيف شكلها من جوا. انا طبعا بتجيبوها فروزن، بتتركوها لتصير بدرجه حراره الغرفه. خلينا اطلع وحده. شوفي التغليف قديش حلو، شوفوا قد ايه تغليفها مرتب، وكل وحده بوحدتها ومقطعه جاهزه شوفوا بتجنن. بس انا طبعا هاي كمان وحده، شوفوا لي بس هيك خلاص. بس هيك راح اخذها بكل سهوله ونلفها، يعني طلعي كيف لما انت تحطي اي حشوه فيها. انا اخذ وحده، انا بدي افرجيها. شوفوا 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 لا هاي ما فيش فيها فطور جاي، استني شوي. شوفوا لي هاي العجين الدائري، انا بدي احمسهم كثير صراحه يجربوها. بس هيك باخذها بعدين بسكرها بهاي الطريقه. انا بتعرفي امتياز بضغط. لازم نقولهم انها موجوده بكل اسواق الاردن. خلينا نجيب شوكه، خليكم معي شويه شباب بس اجيب شوكه او سكينه، ما في شوكه الحمد لله. بس امتياز بتعرفي انه هلا نفترض منتجات السنبله صارت موجوده بالسوبر ماركت قبل رمضان. ايه كله موجود، متوفر بكل مكان. حتى ما انا بحب في منتجات سنبله بضل اقول لهم اياها، انها موجوده بالمحلات الصغيره قبل الكبيره، يعني اي محل بتروحوا عليه رح تلاقوا عندها. انا بطرف السكينه بس عملتها، بالله يشوفوا جا على بالي اقليها قدامهم عشان اورجيهم قد ايه بتجنن. طلعي اسهل من هيك في؟ لا بعد الفاصل. شو رح تعملي انت بعد الفاصل؟ تمارا ونوا تحدي، انا رح اعمل 20 وحده بدقيقه، خلينا نشوف قديش رح تعمل هي وحده بدقيقه. ميرسي لكم. التحدي شو تبعتها كلهم تبعوني؟ انا ما عملت بس بوعدكم اذا قليتها رح تنزل كلها بالهذا. شوفوا ما احلاها، شوفوا على فكره امتياز. شوفوا شوفوا لا والله حلوه والله. لا بيعجبك سداسي بقولوا لك على فكره، لا بيعجبك العجب لا انت ولا هم شي. يا ويلو اللي بيقرب بيقول لي بدي ايش تقليلي من تبعون تمارا. لا انا هلا بخليكي على القلي احسن لك، شو رايك؟ انا هيك بقول برضه سيبيني من الحشي هذا اللي خلص تعالي على القلي، انت تعالي على القلي. شوفي بس عم بحاول يعني. حاولي. لا برافو برافو حبيبه قلبي، برافو عليكي. اول شيء طب سؤال، ليش امتياز طلعت معي من هون؟ مش عارفه مش عارفه. طيب خلينا ناخذ وحده اورجيكم احنا كيف. في طريقتين كثير سهلين وكثير بسيطين قبل ما نفوت بالوصفه السمبوسك الثانيه. انت تعي قلي من هناك على فكره، لازم تشتغلي اليوم. طب استني شوي بركي على وعسى. طيب فتح معنا اللايف. بناخذ عجينه السمبوسك من السنبله، تمام؟ بتحطوها، بتحطوا اي نوع حشوه بدكم اياها، مقدار كل حبه تقريبا معلقه صغيره من اي حشوه، تمام؟ باخذ طرفها بتنيه بهاي الطريقه، يصير عندي مثلث.
اوكي، بعدين نفس المثلث بس بمشي فيه بهاي الطريقة، ابلش اقلي بعدين برجع بهاي الطريقة بس، وببني مثلثات وببني كمان مثلث، بزيد عندي كمية باخذ مقص، باخذ السكينة، باخذ اللي بدكم اياه وبشيل النتوفة اللي زيادة. هلا عشان اضمن بالقلي ما تفلت، عندي هون نشا، انا مستخدمه زي ما انتم شايفين نشا جولدن او طحين، بحط معلقتين مع معلقه مي وبحطه، بصير عندي بهاي الطريقه. شوفي لي وين تمارا، خلينا نجيب تعال تمارا عشان لازم نعمل بهاي الطريقه يا جماعه. شوفوا هاي. طب والله شو مالها تبعتي هاي تمارا وهي لانت يا والله شو مالها. طريقة تانية عشان نلف فيها السمبوسك، للي ما بحب يلفها بهاي الطريقة وبحب يكون مستعجل، بدي اخذها احط اصبعي هون اتنيها زي كانها قرطوس. اوكي هيها هي نعيد، بحط اصبعي هون بدي اتنيها زي كانها قرطوس بهاي الطريقة. اوكي زي صار معي يعني قرطوس، باخذ جزء من الحشوة، خلينا ناخذ الجبنة البيضاء ما اخذناه. امتياز، بنقدر نشويها صح؟ بنقدر نشويها، بنقدر نحطها بالمقلاية الهوائية اللي بدنا اياها، برجع بتنيها بهاي الطريقة وكمان تانية وكمان تانية وكمان تانية. خلينا اللي زيادة زي ما قلت لكم بتشيلوها وبتحطوا زياني شام مع النشا، أنا حسيته أحسن بيمسك أكثر، نفس الإشي تقريبا نفس الشكل، بس طريقة التحضير كتير غير مختلفة سهلة. تمام، خلينا نعمل حشوة البطاطا الهندية. خلينا رح أخلي تمارا تعمل عن جد الحشوة الدائرية، لأنه اللي زي تمارا بالبقلهم كتير العجينة الدائرية. ايش يعني اللي زي تمارا؟ اللي بلفوا زيك معدلات. شكرا والله شكرا، يعني تكتكي بتحب المطبخ كثير. هي عم بقلي لك، شو بدك احلى من خلينا ناخذ. لا والله بمزح معك بتعرفي. لا وبعدين شطوره ونفسها حلو، بس احنا بنضل هيك بنحب نمزح معهم. خلينا ناخذ، بدي اعمل بالعجينه الدائريه سمبوسك هنديه لانها بتنقل بنفس الطريقه ونفس الشكل. خلينا ناخذ ايش مقاديرها. يلا انا بقى للسمبوسك الهندية رح تحتاجوا لعجينة السمبوسك الدائرية من السنبلة، بصلة، معلقة صغيرة ثوم مهروس، بطاطا مسلوقة ومقطعة، باكيت بازيلا وجزر من السنبلة أيضا، كزبرة خضراء، معلقة صغيرة زنجبيل وكمون، معلقة صغيرة كزبرة، معلقة صغيرة ملح وفلفل أسود، معلقة صغيرة كاري وجرى مسالة. هوت دوغ كمان الأولاد عندي كتير بحبوه، ما كتير بحب أيام أعجن، باخد برضو من عجينة السنبلة بلفها، بس بلف العجينة على الهوت دوغ بهاي الطريقة. بحط مي ونشا، قلت لكم مي وطحين اللي بدكم اياه، وبعدين بقليها كمان. عندي هاي شايفين كيف يعني، هي الافكار الحشوات بحر، انا بس بحاول اعطيكم الاشياء الاساسية السهلة البسيطة المتوفرة بكل بيت. هلا انا باخذهم بحطهم بكيس نايلون، هي كيس نايلون موجود عندي، دمعت عيني فجأة. وبحطهم بالفريزر بس بطول حبة حبة وخلص سواء فرزته بهاي الطريقه او فرزته بهاي الطريقه كليهما بزبط. انا بدي اخذ هدول، عملتهم على فكره بتضايل بالثلاجه 3 ايام من غير ما تفرزوها، يعني انا بفترض ما بدي افرزها، بدي اعملها فرش كل 3 ايام بحشيها وبظبطها وبحطها كل 3 ايام مع بعض. عرفتي كيف؟ كل قد ايه انت بتقلي سمبوسك كل يوم؟ امتياز، طبق رئيسي في رمضان. احنا السمبوسك والكبه لازم نعمل على عددنا، يعني كل يوم بقلي خمس. في شغله كمان حلو بتكون كأنه بالسميد، بنعملها برضه بعجينة السمبوسك بيجي شكلها مثلث. يا رب تكون ماما بتحضرني وتبعت لي اياها على الواتساب. صراحة مو عرفتها. في شغلة هيك بتكون مثلثة برضه بعجينة السمبوسك. لا هلا هلا احنا رح نعمل كثير وصفات في السمبوسك على مدى رمضان، ما تفكروا انه هاي الحلقة الوحيدة رح تكون عن الحشوات، رح نضل نعمل حشوات حلوة ومالحة، ورح نعمل كيكة كمان من العجينة، ويعني رح نعمل كثير وصفات. لا هيك دخلتيها كيكة من العجينة؟ كيكة من عجينة السمبوسك، يعني حطيت لهم افكار كثير حلوة لرمضان. شوفوا انا بحط كمية عادي، شوفي ما احلاها، كثير هشة، كثير سريعة بالقلي، بتجنن. قلوا الكمية اللي انتم بتناسبكم. طيب خلينا ناخذ بالحشوة الهندية عشان تمارا خلاص رح نشغلها شيء، واخيرا مقالي اللي هي العجينة الهندية او الحشوة الهندية، حشوة كثير لذيذة كثير سهلة وكمان فكرتها كثير طيبة والتغيير حلو. يعني حلو نضل نغير بالوصفات اللي بنعملها. رح اخذ من زيت شعبان. اوكي حبايبي زيت شعبان هلكتهم، زيت وسكر. بعدين احذري شو عم ببعث لعفاف وجهها لتحية، اكتشفت انه انا خلص من عندي 20 كيلو سكر بشهر. تمزحي انت؟ ما انت هلكتينا، صرعتينا حبايب قلبي شعبان، ضلكم تبعتوا لي سكر، صرعتينا على الفيسبوك. تخيلوا 20 كيلو سكر، اسم الله، باقل من شهر، باقل. والله انت قد ايه صلي اقل؟ بس بتعرفي امتياز، انت لو بتركزي شوي لورا، احنا قلنا تقريبا شهر بالكورونا محشورين بالبيت،
فاللي ما طبخ طبخ، واللي ما نفخ نفخ، واللي ما سوى سوى. صح؟ لا لا، انا بس صحيت النوم انه بدي اعملهم دحدح، كنت على الانستغرام بعدين ما لقيت سكر، لا اكتئبت، اكتشفت انه السكر عندي بجوز اهم من الرز. هلا بتعرفي لانك انت عم تستهلكيه بشكل كثير، بس بنفس الوقت بدنا نذكر كل الاشخاص اللي بتابعونا انه في بدائل كثير للسكر، يعني في وصفات معينه كانت امتياز عم بتذكركم انه بدال السكر حطوا عسل. مزبوط، عملت كيكه بالعسل، يعني ما تفكروا، عملت كمان شوكولاته الدهن رح اعملهم اياها ببهار النهار. انمار شوفوا ما احلاها، شوفوا شو هشه، شوفوا قد ايه حلوه، شوفوا لي شوفوا لي هالجمال، شوفوا لي هالجمال، شوفوا شوفوا شوف اللون، وبعدين كثير كرنش، بدك تاخذي وقت تاخذي واحد تشوفوا ما احلاها. بدي اكل واحدة، اه طبعا، وبدي بدي اياكي تذوقي التنتين. انا الصراحه سواء العجينه الدائريه البيتيه او عجينه السمبوسك، واحنا هدول هلا شايفين كلهم انا حضرتهم قبل، بتحط انا بحطها 3 ايام واربع ايام بالثلاجه من غير فريزر، شوفوا الالوان الحلوه كيف، وبتقدروا تفرزوها بتضايل عندكم 6 اشهر بالفريزر باي حشوه بدكم اياها من اللي عملناها اليوم، شو ما كانت، اجبان، لحوم، ما يكونها مطبوخه تقريبا 100%، بتقعد 6 اشهر. رح اتركك انت ترتبيهم، رح نكمل على السريع يا انمار الحشوه الهنديه. انا حطيت كيف بتحبوا ارتب لكم اياها، جا عبالكم اللي بدك اياه رتبيهم. ما رح تعطيني الملقط امتياز؟ لا رح اعطيك اياه، بس خليني احط هدول، تفضلي الملقط. اشكرك. نيجي على العجينه او الحشوه الهنديه، الحشوه الهنديه عباره عن بطاطا، خليني اجيب انا البطاطا، اخذتها قطعتها كثير صغيره زي ما انتم شايفين، عشان انتم بتعرفوا عجين السمبوسك او السمبوسه، بس تسالني لا هي بس اختلاف اسماء يا محمد، شوفوا قد ايه صغير حجمها، سلقتها يا دوب 3-4 دقائق لانه حجمها كثير صغير ما بتحتاج. راح احط بصل، ثوم، زنجبيل، بتعرفي بالخليج بسموها سمبوسه، سمبوسه واحنا هون سمبوسك، يعني هي اختلاف اسماء فقط. بدي احط كل الكميه الصراحه، لانه تمارا خلتني اوعدها اني اعطيها كل شيء عشان تعمل لرمضان، تعمل الي والك. اه والله بدي لا خلص بوعدك جد والله، خلص موافقه، بجهز لك قد ما بدك، انت اعملي الحشوه واحنا بنلف. شوفي العجينه على السنبله وعليك الحشوه، وانا باخذ برمضان لحالي. طيب حطيت انا البطاطا، وبدي احط بزيلة وجزر برضه من السنبله، وبتقدروا تستخدموا الخضار المشكله من السنبله اللي بتحسوا قلبها لكم. اللي ما بحب، في ناس كثير او اطفالهم ما بحبوا طعم الجزر بالاكل، بكل بساطه بتقدروا تحطوا بس البطاطا. تمام، هلا من وين بدها تيجي النكهه؟ النكهه بدها تيجي من الكزبره الخضراء، راح نحطها، بصير ارجع اخذ احلى تصفيتك. يا الله صوروا لي هالصحن عشان بعد 3 ثواني، عشان 3 ثواني بتتحدوا انها بتتخوت، 3 ثواني وراح يتغير. بتتحدوا انه بتتخوت بندر، على فكره بحب انه بندر قالت له صور لنا اياها، صور لها. شوفي اكثر ميزه، اسمع محمد عن جد خذ لنا اتصالات، خلاص ما في لايف كمان، ما في اتصالات للاسف اليوم، في عندنا مشكله واجهناها. طيب خليني احط ملح، اهم شيء بالسمبوسك الهنديه انكم تحطوا كاري وجرم مسالة، ما عندنا جرم مسالة بنحط عادي البهارات الموجوده عندنا، وبنضيف لهم كزبره وكمون، هذا اللي بيختلف عنا، وبحط بابريكا وبحط ملح، واخر شيء بحط رشه من الكزبره الخضراء بس. يلا ام سامح معنا على الخط، بصير ناخذها. يلا رح ناخذ ام سامح معنا مباشره. الو، يسعد مساكي، كيف حالك تمارا؟ انا كثير منيحه، انت طمنينا عنك. كل عام وانتم بخير حبيبتي، وانت بالف صحه وسلامه يا رب. حبيبتي يا سيف، والله بحبك زي بناتي يا عمري. حبيبه قلبي انت، ان شاء الله يخلي لنا اياك يا رب. يسلموا ايديك على كل شيء، يسلموا ايديك على الجبنه اللي عملتيها امبارح، انا شفت حلقتين. امبارح الحلقه معاده. حلقتين والله اني اعجبني، ويسلموا ايديكي يا حبيبه قلبي ام سامح، حبيبه قلبي تسلمي لي. وانت بخير، وخلي اولادك وانت واهلك وعيلتك وكلياتنا بخير ان شاء الله، ان شاء الله رمضان يجي علينا بهدات البال. الله يهنيكم يا رب، احنا وياك يا رب، يا رب والله يفك هالازمه اللي احنا فيها بخير يا رب. امين امين، من بقك لباب السماء. شكرا كثير يا ام سامح، الله يخلي لنا اياكي، الله معك يا رب يا رب، السنه الجايه تكون علينا خير يا رب ان شاء الله يا رب. امتياز عم تعمل انفجار يا ام سامح، ايديك شايف امتياز. حبيبتي ام سامح، حبيبه قلبي، حبيبتي الله يرضيكم. طيب انا حطيت العجينه، بدنا نقولها شكرا على تليفونها لام سامح. شكرا حبيبه قلبي، يسعدك. احنا على فكره من كثر ما الحلقه بتكون مليانه محتوى عم نخفف اتصالات، بس هلا كونه ما في لايف ناخذ. شوفي ما احلاها، رح اخذ كزبره
ما عندي كزبره شويه نعناع، ما عندي شويه نعناع شويه بقدونس اللي بدكم اياه. طب ضروري لو انا ما بحط؟ ما تحطي خلاص، شوفوا الحشوه بتبطل هنديه. لا انت الهنديه بالبهارات على فكره. مش مشكله. ومن يعني اهم ما يميز المطبخ الهندي حبيبه قلبي الكزبره. خلص يعني خاوه لازم احط الكزبره. لا ما تحطيها عن جد، ما بتحبيها ما تحطيها. يلا خليني بس بكمل الحشوة. ومن ما نبلش انت تستخدمي لنا هدول الرقائق الحلوين، بس لازم تكون الحشوة باردة يا جماعة. لا اشلح كفوف، بترجع تلبسني. هي اسهل من هيك والله ما في، انا رح اعمل بهدول. خلص اوكي. لا هذه جد سهلة. طيب قبل ما احطه مع الهوت دوغ بصير تحطوا لنا اخر شيء السبرينج رول، رح اعملها مسخن اليوم بطريقة كثير حلوة، ورح نعملها مع بعض. بدي اياهم اعملها بطريقة الصيني السبرينج رول. يلا للسبرينج رول بالخضار رح تحتاجوا 2 كوب ملفوف، كوب جزر، بصلة، ثوم مهروس، زنجبيل، ملح وفلفل اسود، 2 معلقة كبيرة صويا صوص، معلقة كبيرة أويستر صوص. اوكي أويستر صوص. اوكي امتياز. يعني ما شاء الله عليكي الاكل كثير زاكي، الهوت دوغ بتجنن، العجينة بتقرقش قرقشة. صدقوني اللمعة اللي شايفينها انتو ما بتشرب زيت اطلاقا. انا من الاشخاص اللي جد يعني بتضايقني كتير قصة الزيت، ولكن فعليا ما في بالمرة. بس انا مصرة احكي لك امتياز انه هاي السمبوسك بنقدر نعمل فيها اي اشي تاني. خدي واحدة يلا، تركت لك واحدة. خلينا نعمل المسخن، مسخن كلياتنا صرنا نعرف المسخن رول. اي دجاج بايت عندي مسلوق، عندي دجاج بدنا نسلقها اللي بدكم اياها. حطيت بصل وحطيت الدجاج، قطعته طبعا كثير صغير فتفتته. بدي احط سماق، ملح، كمون، فلفل اسود. تمام، من غير كمون، ما جبت الكمون انا، ملح، بهارات مشكله قصدي. اوكي وسماق. تمام، انا راح استخدم بحشوه المسخن بدل ما احط خبز شراك او احط اي شيء ثاني، راح استخدم اليوم عجينه السبرينج رول الحلوه اللي بتجنن من السنبله. شوفي ما احلاها. راح اخذها والفها بطريقه رول، راح تضلها معكم كرنشي وبتشهي ومنظرها حلو ونفس الحجم. تمام، انت راح تكون معي مذيعه، انا موافقه. لا والله ما بقوم من هون. طبعا وانا شويتهم بالفرن. بحب اقول لكم كل العجائن اليوم اللي استخدمناها سواء كانت الدائريه او كانت السمبوسك الطويله او حتى السبرينج رول كلياتهم تقدروا تحطوهم بالفرن. وهي انا شويتها بالفرن، يعني بتاكلوها بنسبه زيت كثير قليله. هي حشوه المسخن، هلا راح اعملهم انا وياها، صارت جاهزه. كمان راح ناخذ هذا هناك ايا توتو، ورح نعمل الحشوه الصينيه اللي هي للسبرينج رول الاصليه. اسمع امبارح وانا بعملها تذكرت شغله. ما عمري قلت لك انه تدريبي كان بمطعم صيني. امتياز. ايش بصير ارد على صاحبه امي يعني؟ هي ربتني. انتي فوز حبيبتي، يسعد صباحك. بتقولي تماره مالك اليوم فجعانه؟ مش فجعانه انتي، بس مش معقول شو الاكل ذاكي يعني، عرفتي؟ وانا باجي بلا غدا وبروح ما بلحقش. اليوم كل حدا حاسدني على فكره، بس ذاكي. لا لا السمبوسة كلنا بنحبها على فكرة، مش بس انتي. طيب انا عشان نعمل الحشوة الصينية للسبرينج رول الاصلية، انا بحب اسهلكم اياها بطريقة كتير بسيطة كتير سهلة. خليني امسح كل الدنيا اللي جنبي. ورح تعجبكم الحشوة كتير، وهن بيستخدموا كتير الملفوف، بيستخدموا كتير الصويا صوص. عندي هون بصل، ثوم، كتير سهلة الوصفة. عندي زنجبيل بدهم قطعته، وعندي كوبين من الملفوف. تمام. هلا انا تعلمتها بالوصفه الاصليه انه لازم يعملوه على البخار، بعدين بسحبوا منه كل المي، بياخذوه بيعصروه من كل المي، بعدين بيرجعوا بيعملوا له هاي التتبيله السريعه. بس احنا صراحه ما بدكم، انا ما حسيتهاش فرقات كثير. والله انت ادرى يا امتياز، انا هلا بالي في صحبات امي وبصحبات انك فجعانه. لا لا، سنه صاحبتي بتقول لي، يعني هي الها سنه مو حاكي معي، بتبعث لي بتقول لي بكفي اكل او استنيه ليبرد. عجبك؟ والله انت عاجبك، مبسوطه. لا لا انا الصراحه تمام. اطلع بريك ولا ايش اعمل؟ لا ولا بريك ولا شيء. تماره بتحب الاكل وانا بحبها انها بتاكل، صراحه نفسها كثير حلوه بكل شيء. طيب اذا حطينا بصل، ثوم، زنجبيل، حطينا الملفوف وحطينا الجزر. الملفوف مقطعته شرائح كثير صغيره، بتقدروا تعملوه على المبشره. وعندي الجزر انا باشرته، بس مجرد ما يدبلوا بحط رشه ملح خفيفه لاني حاطه صويا صوص، وبحط اويستر صوص وبس وفلفل اسود فقط ولا شيء ثاني. هيك الحشوه احط ذره، بتقدري تحطي ذره، بتقدري تحطي كمان فلفل رومي وماشروم، وبتقدري تحطي ماشروم. مزبوط. قلتي لي خريجه المطعم الصيني. بس انا شو حكيت لكم اول جمله؟ قلت لكم انا ما بحب كثير الاشياء اللي تعلمتها في المطعم، خلص بحس الاشياء الموجوده بالبيت.
احلى شيء بس تعلمت او تدربت كنت اداوم من 9 ل 5، احسن شيء كنت اعمل ايش؟ صوت والله هي تحذروا اعطينا متعدد اثنين. ما فيش متعدد، ما تحذري زهر. هي بندر حذر. بندر ايش حذر؟ والله العظيم دوبوني شهرين كاملين بس بقطع خضره وبغسل خضره. طب اقول لهم والله انا متعوده. قال لا لا لا، اذا ما تعلمتي تقطعي زي الشيفات انت مو شيف. وهاي الحركه اللي كله كله تعلمته. لا ما عملت شوربه خفافيش الصراحه. لا لا خلص، لا 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 يا زلمه، يعني عم ناكل لسه ما خلصتش. طيب خلينا نعمل اول شيء قبل ما تستوي الحشوه، انا لازم تتركوها لتبرد. خلينا نعمل المسخن رول. لازم يكون عندنا صينيه، انا رح استخدم الصينيه نفسها اللي كنت حاطها بالفرن بس للسرعه. رح اخذ من العجينه، العجائن كلها لازم انبهكم انه انا هلا مثلا حطيتها غلط، هاي كلياتها نشفت ما رح اقدر استخدمها. واذا زاد من عندي عجينه برجع بغلفها ببلاستيك او بكيس بلاستيك وبحطها بالثلاجه. اما طول ما انتم تركينها زي ما انا هلا عملت اكبر غلط، يعني هتنشف معكم مش هتعرفوا تشتغلوا فيها. بدي احط بس النشا والماء. خلينا نعمل وحده لسه فريش عشان يشوفوها. هلا بعملهم اياها. هلا هي العجينه بتجنن، ما رح تقلقوا يعني، بس انا للي ما اخذ وصفه مسخن وعملتها وكل شيء. انا هلا بعطيكم وصفه المسخن، اقول لكم شو. بتفسخوا الدجاج، بتملحوه، بتبهروه، وبتحطوا عليه سمق مع بصل. خلص والله معلمتي صايره. طلعني 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 الوصفه معلمتي بيطلع منها. ناخذ الوصفه وشوفي لها نفس الشيء. بلا نفسها اكيد. شوفوا رولات المسخن بعجينه السبرينج رول رح تحتاجوا دجاجه مسلوقه ومفسخه نفس ما حكيت، كيلو بصل، نص كوب سماق، ملح وفلفل اسود، زيت زيتون. يعني انا شو نسيت احكي لكم غير انه بتسلقوها؟ لا ممكن تكون عندهم دجاجه قديمه قبل بوقت، ممكن تكون مسلوقه، اللي بدهم اياه. شفتي خلصنا الوصفه قراتها. على فكره انا متاكده انه كلهم جوعانين جوا، بدنا يعني بدانا نفقد التركيز. طيب المهم هلا يا انمار على السريع بس بحط، انا حبيت فكره المي والنشا اكثر من مي وطحين، بتساعد انها تلزق. بتاخذوا كميه من المسخن اللي بدكم اياها، رح يطلعوا معكم كلهم نفس الحجم. بلف اول نتوفه بهاي الطريقه، بعدين باخذ من اليمين وباخذ من الشمال وبكملها لف. امتياز. صاحبتي بتقول لي كل ما بلف وجهي بلاقيكي بتاكلي. لا برجع بلاقيكي بتمضغي. طب شو بدي اعمل؟ ما هي بتاخذ وقت عبال ما امضغها. على فكره يا جماعه هي بتكون لقمه. طيب انا هيك دبلو ما بدي اياهم يدبلوا اكثر من هيك. عندي بتقدروا تستخدموا طبعا زيت السمسم، بس انا برضو سهلت عليكم عشان موجود بالبيت. راح احط معلقتين من الصويا صوص زي ما قالت لكم تمارا بالضبط. بتقدروا تحطوا فطر، بتقدروا تحطوا مشروم، بتقدروا تحطوا فلفل رومي اللي بدكم اياه. عندي الاويستر صوص ما مش موجود استغنوا عنه، بس هو سعره كثير معقول يعني مش طب امتياز. دينار دينار ونص هيك اسعارهم. هلا الصوصات لما بنحطهم بنحطهم اخر شيء عشان ما يدبلوا. اخر بالضبط اخر شيء بطفي النار. بتقدر تحطوا رشة سمسم. احكي ضميرك. ايوه والله ما سالتك كم من سؤال يعني عشان تتاكد انه انا اللي بسال مش المتابعين. انت اليوم بدعتي بدعتي. لانه في كثير ناس بطبخوها بحطوا كل شيء فوق بعضه وبقول لك خلص ما هو تشاينيز. بس لا 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 يا جماعه بصلتوا، انا قلت لكم اصلا الوصفه الاصليه بياخذوه بيعملوه على البخار بيستووه عشان ما يتعرض لزيت. بعدين بحطوا زي ما قلت لكم البصل، الزنجبيل، الثوم، وبحطوا اخر شيء. وما بتاخذ وقت على النار، هن ما بحطوا على النار كثير وقت على فكره. اذا بتروحي على اي مطعم صيني بتلاقيهم كل شيء على الووك بيعملوه بثواني لانه لازم يكون فيه كرنش شوي. خلصتي امتياز. تخيلي هلا انا بفكر بس بدي الفويل وبدي هذا، عرفتوا ليش؟ طيب لا اوكي عشان تبلشي. بدي طيب بدي اورجيهم الحشوه قد ايه بتجنن. رح نطفي عليها النار. هيك صارت بتجنن. انا هذا بالضبط القوام بدي اياه، ما لازم يكون فيها اي سوائل. اذا كان فيها اي سوائل بتصفي. رح تغرق لكم السبرينج رول. السبرينج رول غير ما نستخدمه هي بدي احطهم هون. انا بدي احط كل الحشوات هون وهدول اللي قليتهم هلا عشان نعمل كمل وحده. بدكم تتركوها تبرد تماما 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 قبل ما تستخدموها. هاي كمان حشوه صح؟ هاي كمان حشوه اللي هي البطاطا الهنديه. شو بدي اخذ لاخذ يا امتياز الصحون كلها وبترجعيها بكره، واذا ما رجعتيها بكره كبه يعني عندي عجقه شغل. لا لا بعمل لك اللي بدك يا حبيبتي. أيوة. طب امتياز حتى السبرينج رول بنقدر نفرزنه بسهوله؟ كله كله انا بفرز كل هدول العجائن من السنبله كلهم بفوتوا على التفريز وبيطلع عندكم كرنشي وما بيشربوا زيت اذا فرزتوهم، فما تقلقوا.
تمام يعني كل الامور بتكون مسيطره عليها 100%. والله انا شايفه بما انه الواحد يعني لسه معاه تقريبا اسبوع بيقدر يحضر كل شيء عشان ما ينعجق برمضان. بالضبط. احنا بكره ان شاء الله عاملين حلقه كبه، رح نعمل كبه برغر، رح نعمل كبه رز، رح نعمل كبه بطاطا. شو جهزوا امتياز؟ كبه نيه يعني جيبوا، ما هي مقاديرها كثير الكبه، بس الكبه الاساسيه عند اللحام اشتروا نص كيلو لحمه عجل وفرموهم مع بصله ومع كيلو من البرغل، وحاولوا تأمنوهم يعني بكرة امتياز. خلينا أنا وياكم نشتغل مع بعض. الحشوة بحط كيلو من لحمة الخروف، وأنا بحبها تكون شوي مدهنة، بس بقدروا يخلطوها لحمة خروف مع لحمة عجل، تمام، رح تكون معصجة ونحط عليها مكسرات طبعا، لأنه مش عارفة أنا أخترع سنوبر كذابي ما زال فستق الكذابي لا بتخيل انه هو بيجي حسب صرت الرغبة. براند على فكره بالفستق الكذابي محمد، عدد المسجات اللي توصلني الفستق الكذابي كثير كبيره. هو احنا حكينا وقتها فول سوداني بالضبط، وحطينا عليه كيلو صبغه. لا حطيت معلقه صبغه سائله وخلص. طيب امتياز، هلا انت هيك جهزتي لنا كل شيء، بدي اقليهم هدول على السريع عشان اورجيهم اياها قد ايه العجينه كرنشي وبتجنن وحلوه. ودائما بحب انصحكم بالشيء اللي بجربه وبستخدمه لبيتي دائما. خلينا نقلي شوية سمبوسك كمان عشان الكل ياكل هلا. أوكي. ما شاء الله المطبخ انعجق كتير. بس بتعرفي شغلك ما شاء الله، يعني الشغل هو يمكن بياخد وقت، عشان هيك عم بحكي لك انه بكل بساطة الواحد مش غلط يجهز لرمضان قبل بوقت. لازم يجهزوا لرمضان. هلا برايك انا بعمل هدول الحلقات التحضيريه لانه احنا لازم نوفر على حالنا وقت باشياء ثانيه غير المطبخ. فاذا احنا مثلا كنا عاملين كبه بالثلاجه وحطيناها، كنا عاملين سمبوسك وحاطينه بالثلاجه، بنصفي علينا الطبخه الرئيسيه. وحتى الطبخه الرئيسيه دائما حضروها قبل بيوم، كثير اسهل تفوتي على المطبخ نص ساعه وتطلعي، بدل ما تقعدي تفكروا وتاخذوا وقت كثير ليش بدي اعمل، شو بدي اطبخ، شو بدي اسوي.